تحية طيبة لكم عشاق الرجاء، وحييكم أينما كنتم. مرحبا بكم ضمن حلقة جديدة من برنامجكم كواليس المباريات، حيث نتابع وإياكم الكواليس المحيطة بمباريات نادي الرجاء الرياضي. واليوم يستقبل الرجاء بملعب أضرار في سيناريو مشابه للموسم الماضي بسبب إغلاق مركب محمد الخامس، والضيف فريق الكوكب المراكشي الذي يتوفر على 6 نقاط، فيما رصيد الرجاء 4 نقاط. الرجاء الرياضي الكوكب المراكشي، وصول النسور، عملية الإحماء، وأبرز لحظات المقابلة ضمن الصور التالية. انتهت إذن مشاهدينا الأوفياء تفاصيل المحطة الثالثة من محطات الرجاء لبطولة هذا الموسم بفوز مهم أمام فريق الكوكب المراكشي ب4 أهداف لـ0. هنيئا لكل الفعاليات الرجوية، فوز جعل الرجاء تقفز للرتبة الأولى برصيد 7 نقاط في انتظار المباريات المقبلة. هذه تحيات بعثة قناة رجاء تيفي من عاصمة سوس أكادير.